مرحبا حلونو، ألف أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا اليوم الفيديو عبارة عن روتين البنت، الحلقة الأولى، وطبعا راح يكون من حلقات، يعني مرة حلقة عن روتين الولد وروتين الأب وروتين الأم وروتين هيك يعني. بس خلينا نبلش. طبعا هذا الفيديو راح يكون مشترك مع قناة تقريبا اسمها أجمل عادات، أو أجمل تقريبا أجمل عادات مع أمول، وأجمل حكايات أو أجمل يوميات مع أمول. إيه هو أجمل يوميات مع أمول، أوكي. وطبعا الرابط تبع فيديو تبع أمول راح يكون تحت بصندوق الوصف أو بالديسكريبشن، وبس ادخلوا عليه وشوف كم الفيديو راح يكون عن روتين البنت زائد الولد. وبس خلونا نبلش بالحلقة، أتمنى تعجبكم. وبس خلونا نبلش. نعم نعم من جديد، حسنا سوف أذهب إلى الحمام. لا 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 لا، حسنا لقد انتهيت الآن. سوف أنشف نفسي. فرشاتي، هاي فرشاتي. لا هذه فرشاة أخي، حسن لا يغني. ده المعجون. لقد انتهيت. حسنا سوف أرتب ملابس المدرسة الآن. أين هي؟ أو ها هي. حسنا سوف أدعو الخادمة ترتب حقيبتي. أيتها الخادمة، أو إنها تناديني. ها أنا، صباح الخير. صباح النور يا أيتها الخادمة، هل يمكنك أن تعدلي الكورن فليكس بالشوكولا؟ حسنا بالطبع. سوف أضع هذا الآن وأضع لك الكورن فليكس بالشوكولا. نهار حليب، هيا تناولي. هل يمكنك أيضا أن تحضري حقيبتي؟ حسنا بسم الله. إنه لذيذ، إنه الكورن فليكس المفضل لدي. أيتها الخادمة، ماذا هناك؟ لقد انتهيت، هيا أعطني حقيبتي. حسنا هيا اذهب الآن، أظن أن السواق أو السائق ينتظرك في الخارج الآن. هيا إلى اللقاء. إلى اللقاء. أين هو؟ لقد أتيت، لقد أتيت. هل تأخرت؟ لا لا لم تتأخر أبدا. هيا أجدري الذهاب إلى المدرسة الآن لأنني تأخرت. حسنا لم تتأخر كثيرا في الواقع، ولكن هيا فلنذهب. حسنا هيا. وبس طبعا هذا كان روتين البنت، وبتمنى انه كان الفيديو طبعا ينال اعجابكم، ووصلوا هذا الفيديو لـ30 لايك، وبس لـ30 او الـ40، المهم يكون عدد كبير من اللايكات. وبس يلي جديد بالقناة يشترك وحطوا لايك الفيديو اذا عجبكم، واذا ما عجبكم حطوا ديسلايك، ويعني اذا ما عجبكم يعني، بس اكيد رح يعجبكم. اوكي، ورابط قناة أمول، يعني رابط قناة، لا رابط الفيديو تبع أمول راح يكون بالديسكريبشن. شوفوا الفيديو تبعها مثل ما قلت لكم عن روتين البنت زائد الولد. وبس بتمنى ان الفيديو تبعي يعجبكم، وباي باي، بشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله.